السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من كورس لاب فيو انترفيس فور اردوينو توتوريال. ان شاء الله النهارده هناخد السيرفو، هناخد ازاي نعمل له سويب وازاي اتحكم فيه عن طريق النوب. النوب دي موجوده على اللاب فيو. طبعا السيرفوز استخداماته كتير قوي، من ضمنها في الروبوتكس. ان شاء الله السيرفو اللي هنوصله على الاردوينو بيشتغل ب 5 فولت. هنا بناخد الطرف اللي فوق ده ووصله ب 5 فولت بتاعت الاردوينو، الطرف الاخير ده بالارضي بتاع الاردوينو، الطرف اللي في النص ده هنوصله على البن 10 اللي هي الكنترول سيجنال. وانا عامل فيديو مخصوص في السيرفو وشرح توصيله بالاردوينو بالتفصيل وتطبيقاته واستخداماته، وهسيب لكم اللينك الخاص بالفيديو ده في الوصف تحت الفيديو ده. البروجكت الاول ان انا عندي نوب على اللاب فيو او مقاومه متغيره نوب، طبعا الرينج بتاعه من 0 ل 180. لما اقعد اغير فيه مباشرة السيرفو بتاعي هيتحرك من 0 ل 180، هنا كل ما اغير هنا الزاوية تتغير معايا. ده البروجكت الاولاني. البروجكت التاني ان انا مش بغير في الزاوية ولا حاجة، هو اوتوماتيك بيتحرك من 0 ل 180. انا بتحكم في سرعة التحرك بتاعه، بمعنى ان انا لو سبيد كتبت 1 هنا هتلاقيه يتحرك ببطء، لو كتبت مثلا 5 هتلاقيه يتحرك اسرع شوية، لو كتبت 10 يتحرك باسرع اكتر من كده. نيجي لللاب فيو. احنا الجزء الاولاني ده في كل مره بنعمله، وادي الكلوز طبعا ده الانيت. هروح نجيب المكتبه اردوينو، بعد كده هنثبت المديول ده لان احنا هنحتاجه كتير، او البانل دي هنشتغل على السيرفو يبقى سنسورز. بعد كده بضغط على سيرفو هيطلع لي المكتبه دي او البانل دي. اول حاجه بناخد السيت نمبر اوف سيرفوس، بعد كده كونفيجر سيرفو، دول الانيشاليزيشن خاصين بالسيرفو. بعد كده اقول له سيرفو رايت انجل، بعد كده سيرفو ريد انجل. خلص كده المكتبه دي مش هحتاجها تاني. نيجي نظبط دول ونوصل اتفقنا اردوينو سورس بالاردوينو سورس ومين والايرور بالايرور. هنقول له كنترول سبيس كنترول دبليو، هيوصل يوفر علي مجهود. نيجي هنا نفتح الكونتكست هيلب. ايه هي النمبر بتاع السيرفوز؟ انت لو مستخدم اكتر من سيرفو عندك على الاردوينو بورد سواء اونو او ميجا مش هيفرق. هنا بيقول لك ايه النمبر اوف سيرفوز، انا مستخدم كام سيرفو. لو هتستخدم 2 اكتب 2، لو هتستخدم 3 اكتب 3. طبعا اقول له كرييت كونستانت، انا هستخدم سيرفو واحد فانا هكتب واحد، المينيمم عندي واحد طبعا. نيجي بعد كده كونفيجر سيرفو. كونفيجر سيرفو هنا بيدي اسم او رقم لكل سيرفو. اتفقنا ان انت لو هنا كتبت 2 هيبقى عندك السيرفوز هيبقوا 2 بس ترتيبهم هيبدأ من 0، بعد كده التاني هيبقى 1. طب لو كتبت 3 يبقى الأول 0 التاني 1 التالت 2. دايما العد هيبدأ من 0 لكن عددهم التوتال هنا العدد الفعلي، لكن في العد بيبدأ من 0. الكونفيجر أنا عندي إيه سيرفو 1، يبقى إيه سيرفو نمبر هنا كام كرييت وكونستانت اللي هو سيرفو رقم 0 زي ما قلنا هبدأ من 0 هنا كونفيجر. وبعد كده البن اللي انا هوصله عليه، بعد كده كرييت وكونستانت واقول له هنا وليكن 10 زي ما انا موصل. نيجي هنا السيرفو رايت انجل، وطبعا ايه اول حاجه هروح للفرونت بانل نجيب مين نوب، يبقى سيلفر ونيوميريك ونجيب نوب مثلا بالشكل ده، نكبرها نغير السكيل بتاعها نخليه 180. طبعا ايه ممكن اقف هنا كده، اول ما السهم يتحول دايره معايا اشد كده اخليه 180 كده مثلا. دي نوب اقعد احرك فيها كده مثلا بناء على الزاويه اللي انت عايزها، او ممكن تجيب نوب من نيوميريك هنا وتختار النوب بالشكل ده. طبعا الزاويه بتاعتي اللي انا عايز اتحركها من 0 ل 180 زي ما احنا قلنا، فالنوب دي اهي هدخلها على مين؟ على الانجل ديجري. بعد كده هنا فوق بيقول لي ايه؟ بيقول لي السيرفو نمبر. السيرفو نمبر اللي انت عايز تتحكم فيه عن طريق النوب هو مين؟ هو رقم 0. يبقى انا هخلي الكونستانت ده فوق شويه كده واجي هنا. نيجي بعد كده دي خاصه بالرايت ودي خاصه بالريد، ان انا بقرا الزاويه. هنا برضو السيرفو نمبر هو نفس السيرفو بتاعي ما اتغيرش. بعد كده سيرفو انجل ديجري اللي هي الزاويه اللي بيتحركها، اقول له كرييت انديكيتور هيطلع لي الزاويه لمين اللي بيتحركها. طبعا ده الكود بكل بساطه ان انا حددت نمبر اوف سيرفوس، بعد كده عملت كونفيجر عندي كل سيرفو ده متوصل على انهي بن. السيرفو رقم 0 ده متوصل على البن 10،
بعد كده اعمل رايت عن طريق النوب اتحكم في الزاوية، بعد كده بعمل ريد عشان اطلع الزاوية قدام اليوزر. بعد كده شوف فرونت بانل هنلقى دي الزاوية اللي بيتحركها، طبعا اقول له ايه ريبليس مثلا ونيوميريك وجيج مثلا، او خلينا سيلفر ونيوميريك وجيج بالشكل ده. طبعا هنغير دي هنخليها 180، ونيجي هنا نقف هنا لغاية ما السهم يتحول لدايرة كده، نسحب ونخلي دي 180، ممكن نكبر دي شوية. اجي هنا اجيب وايل لوب واحط في الجزء اللي انا عايزه يتكرر، منساش كرييت كنترول، حرك النوب من هنا هيديني الزاوية اللي بيتحركها السيرفو فعليا على البورد. طبعا منساش هظبط اشوف الكم بتاعي واشوف البوردة بتاعتي نوعها ايه والسيريال والبودريت، بعد كده اعمل رن. نروح للفيديو العملي دلوقتي. طبعا هنختار الكم بتاعنا، بعد كده هنختار البودريت وهنختار ميجا، لان انا شغال على الميجا. لو اونو اكتب اونو، ومعنا اليو اس بي سيريال ده كونكشن. احنا كده ظبطنا الحاجات الخاصه بالانشاليزيشن. طبعا النوب هنا هظبطها من 0 ل 180، ومعانا كمان الاوتبوت من 0 ل 180 لان انا نوع السيرفو بتاعي مين ستاندرد. ده السيرفو بتاعي عباره عن 3 اطراف، احنا شرحنا الكلام ده في فيديو سابق. هنا اتمنى تكون الالوان واضحه. هنا عندنا الاحمر في النص ده اللي بيبقى 5 فولت، والبني ده اللي بيبقى الارضي، والاصفر ده بيبقى واصل بالكنترول سيجنال. ده هوصله الاصفر وصله بالبن 10، وعندنا الاحمر ده 5 فولت بالاردوينو والبني بالارضي. في حاله توصيل السيرفو مع البورده سواء كانت ميجا او اونو هنا، وان انا موصل عن طريق اليو اس بي بتاع الكمبيوتر، بيحصل مشكله ان هو بيعمل ريسيت للكيت. فانا عشان اتجنب المشكله دي واحقق استابيليتي في الفولت، بحط مكثف بين الموجب والسالب. هنا المكثف اللي بختاره 470 مايكرو فاراد، والفولت بتاعه تقريبا 25 فولت عشان السيرفو يشتغل والبورده تشتغل معايا في حاله توصيلي مع اليو اس بي بتاع الكمبيوتر. هنيجي نعمل رن هنا، هنلاقي التي اكس والار اكس منوره دايما. هنلاقي السيرفو بيتحرك معايا بناء على الحركه بتاعه النوب اللي على اللاب فيو هنا اهو. دي النوب كنترول زي ما احنا شايفين بيتحرك من 0 ل 180. نيجي للبروجكت التاني. انا عندي دلوقتي هنا السبيد، بدخله السبيد اللي عايز الموتور يتحرك بيها. الماكسيمم سويب انجل هي اقصى زاويه بيوصل ليها الموتور، وهنلاحظ هنا ان في انديكيتور بيوضح لي الزاويه اللي بيتحركها الموتور. اتفقنا هنا الموضوع اوتوماتيك ان هو بيتحرك من 0 ل 180 ويرجع تاني من 180 ل 0. نيجي للبروجكت التاني. هنا الكود هيبقى فيه اختلاف بسيط جدا، ان انا عندي السيرفوز نمبر برده هو هو عندهم واحد، وبعد كده السيرفوز كونفيجر عندي ان هو رقمه 0 ومتوصل على البن 10، وبعد كده هعمل رايت وبعد كده هعمل ريد نفس النظام، مفيش اختلاف في الجيج هنا. الاختلاف بس هنا بدل مش هستخدم نوب كنترول بي، نروح للفرونت بانل، انا هستخدم نيوميريك، بعد كده اقول له ايه كنترول واقول له ده مين السبيد اللي هيدخلها اليوزر، اخد ده كوبي بيست واقول له هنا ماكسيمم اجي هنا عندي السبيد اهو بدخلها اليوزر والماكسيمم سويب انجل. اعمل ايه دلوقتي عشان اتحكم في سرعه الموتور هنا؟ فانا اعمل ايه، اخد السبيد دي اضربها في حاجه اسمها الاي. هنا الاي ده هو مين اللوب ايتريشن، رقم الايتريشن، يعني في كل تنفيذه الاي دي بتزيد واحد. فانا اخدها هنا واضربها في السبيد نيوميريك، بعد كده اقول له مالتبلاي واضربها في الاي واخد القيمه دي. هنا القيمه اللي هتطلع عباره عن قيمه مين كبيره، فانا اقسمها على الماكسيمم سويب انجل عشان ما يتحركش ازيد من الزاويه بتاعت المطلوبه اللي هي 180. يبقى اجيب مين نيوميريك ديفايد عندي اللي هو ده. طبعا انا اختار ده مش ديفايد العادي، لا الديفايد ده اللي هو بيديني القيمه الصحيحه والباقي. فانا اخد الناتج اللي فوق ده
واقسمه على الماكسيمم سويب انجل الزاويه طبعا اللي هيتحركها تبقى ايه عدد صحيح، فناخد الرقم الصحيح ما اخدش مين الباقي، ده باقي القسمه، اما ده اللي هو العدد الصحيح، زي لما تقول مثلا ايه 8 على 7 فيها الواحد والباقي واحد، فانت بتاخد ايه العدد الصحيح لان الزاويه هتبقى عدد صحيح. ناخدها كده وندخلها على مين، على الديجري. بكل بساطه يبقى انا خدت السبيد اللي بيدخلها اليوزر اضربها في اي، اطلع لي القيمه اقسمها على الماكسيمم سويب انجل، طبعا اخد الصحيح بتاعها يعني ما اجيبش ديفايد دي، ولكن اجيب اللي هو خاص بالقيمه الصحيحه والباقي عشان اخد العدد الصحيح ادخله كانجل او ديجري. ده الكود الخاص بالبروجكت الثاني، طبعا هنا هدخله مثلا السبيد بواحد، الماكسيمم سويب انجل عندي 180 دي بتبقى ثابته. هنلاحظ هنا ان انت كل ما تغير في السرعه تلقى الموتور بتزداد سرعته. هروح دلوقتي للفيديو العملي. هنا معانا البروجكت الثاني، طبعا انا هظبط الكم وبوردر ميجا وسيريال. طبعا هنا البروجكت الثاني عندي بيديني ايه سويب من 0 ل 180 ومن 180 ل 0. هنا بحدد له الماكسيمم سويب انجل اللي هي 180، معايا كمان هنا السبيد وليكن انا حددها له 1 ار بي ام. طيب لما نحددها له 1 هنلاقي السرعه بطيئه جدا في الحركه من 0 ل 180، وده طبعا الزاويه بتاعتي هنا الاوتبوت من 0 ل 180. وانا ظبطت كل حاجه، ده السيرفر بتاعي، احنا في البروجكت الثاني دلوقتي، هعمل ران، هنلقى الموتور بيلف من 0 ل 180 بسرعه بطيئه زي ما انتم شايفين، اوتوماتيك مش مانوال، وبيرجع تاني من 180 ويبدا تاني من 0. ده انا عشان احدد له السرعه كام؟ 1. طب ايه رايكم تعال نزود السرعه نخليها 5 مثلا، بصوا كده سرعته زادت اهي، كده انا متحكم في سرعته، مازال برضو بيتحرك من 0 ل 180. نزود له السرعه شويه نخليها 10، بصوا كده، بس للاسف كل ما تزود له السرعه هنا بتلاقيه مش بيلف 180 درجه بالظبط، تلاقيه بيلف من 0 لدرجه اقل من 180. ده البروجكت الثاني. طبعا هنا ان انت تشغيلك باستمرار للسيرفو بالطريقه دي ده بيخليه يسحب تيار زياده من الكيت، لان انت موصل يو اس بي بالكمبيوتر ممكن يعمل مشكله. احنا هنفصل دلوقتي، نضغط على الستوب هنا، وقف اهو. ولو حلقه النهارده عجبتكم يا ريت لايك وشير وسبسكرايب للقناه. انتظرونا في حلقه تانية خاصه بالسيرفو برضو، ان انا عن طريق البوتنشيومتر المتوصل مع الاردوينو اقدر اغير في البوزيشن بتاع السيرفو، وكمان ممكن عن طريق سويتش ان انا بدخل زاويه معينه للسيرفو يتحركها وبفعل الكلام ده عن طريق السويتش، كل ما اضغط على السويتش هو يتحرك الزاويه دي، ارفع ايدي من على السويتش يرجع لزيرو تاني، وهكذا. ابلكيشنز كتير على السيرفو، بس منتظرين اللايكس والكومنتات ومنتظرين السبسكرايب على القناه عشان نعمل فيديوهات جديده. شكرا جزيلا.